أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ها قد دار الزمان وعاد رمضان، وفرحنا وفرح المسلمون بعودته، وبدأنا وبدأوا يتنافسون في الطاعات ويتسابقون في الخيرات. رمضان هذا الشهر الكريم الذي اجتمعت فيه من الأحداث والعبر والدروس والعظات والعبادات ما لم يجتمع في أي شهر من أشهر السنة. ففي رمضان بدأ نزول الوحي معلنا بداية الهداية لهذه الأمة، فكان ما كان على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان كانت معركة بدر التي غيرت مجرى التاريخ وسطرت لهذه الأمة أعز وأسمى آيات البطولات على الشرك والباطل. ومع هذا الشهر الفضيل نحن كمسلمين شعوبا وأسر ومجتمعات وأفراد لابد أن نفتح صفحة جديدة مع الله، وأن نفتح صفحة جديدة مع أنفسنا، ونعاهد الله سبحانه وتعالى أن هذه الصفحة ستكون بيضاء من خلال أول يوم في شهر رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا نريد أكثر من هذا الفضل الذي تفضله علينا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر الفضيل، أن دعانا لنفتح صفحة جديدة مع الله. كلنا أذنب، وكلنا فعل المعاصي، وكلنا فعل الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا بد أن نقف لحظة تاريخية من خلال هذا الشهر الكريم، أن نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. عسى أن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، كما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبارك الله فيكم.